تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا غير مسبوق على قطاع غزة منذ العام 2007، يمنع حرية الأفراد والبضائع منها وإليه، وهو يمثل جريمة ضد الإنسانية وعقاب جماعي وفقا لقواعد القانون الدولي بإجماع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية. ومع اشتداد الحصار ونتائجه الكارثية وإمعان إسرائيل في اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، أعلنت في فبراير من العام 2018 الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تنظيم فعاليات مسيرة العودة الكبرى بدءا من 30 مارس 2018 ذكرى يوم الأرض في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة جميع فئات الشعب من أطفال ونساء وشيوخ وشباب ورجال بشتى ألوانهم وأطيافهم ومعتقداتهم، تمركزت في 5 مناطق محددة على الحدود الشرقية، وذلك للتأكيد والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في العودة وكسر الحصار المفروض عليه. تلة أبو صفية شمال شرق بلدة جباليا شمال شرق قطاع غزة، دوار ملكة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، تلة أم حسني منطقة بوابة المدرسة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، منطقة حي النجار شرق خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، شرق بلدة الشوكة جنوب شرق منطقة المطار شرق رفح أقصى جنوب شرق قطاع غزة. تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية المنظمة على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، ويؤكد من خلال مراقبته وتوثيقه أن التظاهرات في غزة والتي جرت في الأماكن 5 المخصصة كانت سلمية بالكامل، ولم تستخدم فيها أو يتواجد بها مظاهر عسكرية أو مسلحين. أن قناصة جنود الاحتلال المزودين بوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة استخدموها ووظفوها في استهداف وقتل الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع نيتهم وقرارهم بالإصابة والقتل المتعمد لهم. إن القتل والإصابات تمثل نمطا متكررا لسياسة منهجية مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام. الإحصائية التالية توضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال لمسيرات العودة منذ 30 من مارس الماضي. القتلى 196 منهم 41 من الأطفال وامرأتين و8 من ذوي الإعاقة، وقتيلان من الصحفيين وهم ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، و3 من الطواقم الطبية وهم رزان النجار وعبدالله القططي وموسى أبو حسنين. الإصابات 11427 منهم 2206 من الأطفال و344 من النساء و246 من الصحفيين، ومن الطواقم الطبية 653.